Coucou, salut mes princesses, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je vais très bien. Les awal mara dkhl qanati mdb ishtarak video jazz باش يلحقوا كاع جديد ديالي ومرحبا بلي دخلوا عندي ان شاء الله تعجبكم القناه ديالي. كيما راكم تشوفوا هادو سي دي فوتو تاع الصيف باش نفكركم شويه بريحه الصيف. هادو انا صورتهم وهذه يديا. ايش عاد توحشت هذيك النسمه تاع الصباح تاع البحر تاع الصيف. واو 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 جادور. هذه بلاصه في تيبازا في شنوا يقولوا لها كاروبيي. ايوي راحت الصيف. هذا ماهوش موضوعنا، هذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم نحكو على باور دوز. باور دوز هذا وشن هو؟ هذا من ماركة بريزيليان. عندهم كيراتين، عندهم كاع لي برودوي تاع الشعر و توسا. وكيما على بالكم نموت على لي برودوي تاع البريزيل، سورتو لي كيراتين البروتين كاع واش يديرو يعجبني باسكو فور 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 بكل صراحة. هذا باور دوز واش يصلح؟ يصلح لي شوفو. شتي درتي دي كاباج تكسر لك شعرك، خسر لك، مرض لك، عيالك يتقطع وحدو يتفتت. درتي دي فريزاج خسر لك شعرك تكسر. ما كان تروح تقطعوا شعركم وتبداو تبكوا وتخمموا. شرو هذا؟ هذا هو الحل ديالكم. باور دوز ماشي غالي، في 350 ميل ولا اون دوز. بون على حسب طول الشعر هكذا، اللي شعرها طويل وغازر و توسا لازم لها دو دوز. مي واش نقولكم، ما تندموش ما تندموش ما تندموش. بزاف 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 هاي لي ريباري الشعر 100%. هذا مرمم مصلح معالج للشعر. ايوا باش هكذا ما تضلوش تكتبوا لي وتبعتوا لي في الكومونتير درنا هاو ليكم الحل. ها وهذا هو الحل ديالكم. باور دوز من شركة RP داكوغ. طريقة الاستعمال يا خوتي والله غير سهلة، ما فيهاش حتى بروبلام. تخصلي شعرك لكن بشرط لازم كي تخصلي شعرك يكون الشامبوان تاعهم تاع باور دوز يجي بيض ومكتوب بالاخضر. هذاك هو الشامبوان اللي يخصلوا به الشعر قبل ما يديروا اي حاجة. مليح من بعد تشد ليه ديري سربيتا تابليكي البرودوي تاعك تاع باور دوز في شعرك. تابليكيه بيان تغرغريه بيان وديرو كيما ديرو الكيراتين. لازم الشعره تشرب بيان. وين الشعره؟ سنان تفهمو الشعره المحروقه يعني ماشي في لاراسين. لا لا بالك وديرو في لاراسين، ديرو وين شعرتكم محروقه وين هي تتكسر وين هي تتفتت. من تما ديرو شربوه بيان بيان بيان، ديروه في شعركم خلوه 20 دقيقة. من بعد كي تكملوا 20 دقيقة سناو كي تخلوه في شعركم ديروا ساشي وسخنوه شويه بالسيشوار. فهمتوا؟ سخنوه شويه بالسيشوار. من بعد شللوه غير بالماء. كي تفوتوا 20 دقيقة شللوا البروجي تاعكم غير بالماء وتجبدوه بالسيشوار بس. هذا البروجي ممنوع ليه لي بلاك. لازم كي ديري هذا البروجي ديري السيشوار موراه. وتحب دير كل شهر تحب دير كل شهرين. ليسونسييل هذا معالج مصلح مرمم للشعر. هذا سي ان ريباراتور بور لي شوفو. هذا يريباري لكم شعركم اللي يكون شعره مكسر فغي فغي مدقدق. واش نقول لكم؟ ولا اروع. نعاود نفهمكم، تخصلو بشامبوان كلاريفيون، تنشفو تشللوه، تنشفو بسربيتا، تابليكو البرودوي ديالكم، تقعدو بيه 20 دقيقة، وديرو ساشي، وتسخنوه بيان. في شعركم تسخنوه مليح، تشدلو شعركم غير بالماء وتجبدو شعركم غير بالسيشوار. حاجة سهلة ما فيهاش بزاف إشكال. إن شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني وتهلاو في روحكم ونتلاقى بوغ أن أوتر فيديو. وخليكم تشوفوا الفيديو، هي سهلة قلت لكم فيه ثلاثة صوالح. تخصي شعرك بشامبو كلاريفيون، تابليكي البرودوي، ديري ساشي وتسخنيه بالسيشوار. من بعد تشللي غير بالماء، ما ديري له الشامبو ما ديري له والو، تشللي غير بالماء وما تجبدي شعرك بالبروشينغ وقعدي به سمانه قعدي به سمانه. من بعد خصي شعرك بان شامبو دو بريفيرونس خصي بشامبو سان سلفات سان بارافين، هي المخيره كاع. وهذه هي وهذا هو. ان شاء الله ما ان شاء الله تكونوا فهمتوني. واللي اي استفسار ولا اي حاجه راكم على بالكم خانه التعليقات مخدومه لهذا الشيء، يعني بعثوا لي في التعليق ونرد عليكم ونفهمكم. يا با بروبليم. وكاين برودجي واحد اخر كيما هو واش بابي توسا، ان شاء الله بربي نحطو لكم السمانه الجايه وان شاء الله نحطو لكم هذاك ثاني مصلح معالج كل شيء كل شيء كل شيء للشعر. هاي
باي باي، نتلاقى في فيديو جاي ان شاء الله. ما عيطتكمش بزاف، هيا فهمتوني، هذا ما كان، يا ربي تكونوا فهمتوني. هيا باي باي حبوباتي، تهلاو لي في روحكم، تهلاو في شعركم، تهلاو في روحكم. هيا باي باي.